السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم. درسنا لهذا اليوم علوم للصف الثاني ابتدائي، تكيفات حيوانات البيئة المائية. ما تكيفات حيوانات البيئة المائية؟ صفحة 90. حيوانات البيئة المائية ماذا تمتلك في أجسامها حتى تستطيع العيش في البيئة المائية؟ هنا نعطينا مثال على الأسماك. الأسماك تعيش في المياه. ماذا تمتلك الأسماك حتى يمكنها من العيش في البيئة المائية؟ يوجد كثير من الحيوانات والنباتات التي تعيش في البيئة المائية، فالأسماك من الحيوانات التي تعيش في البيئة المائية بنوعيها العذبة والمالحة. الأسماك تعيش في البيئة المائية. هنا راح نتكلم عن جسم السمكة. ماذا يحتوي جسم السمكة حتى يسهل عيشها في البيئة المائية؟ يغطي جسم الأسماك القشور. هذه هي القشور التي تغطي جسم الأسماك، وهذه هي بالمكبرة. هذا شكل القشور الذي يغطي جسم الأسماك اللي احنا نسميه الصدف. القشور وهي طبقات رقيقة صغيرة مرتبة فوق بعضها لتحمي جسم السمكة. هذه هي القشور، هي طبقات رقيقة صغيرة مرتبة، مثل ما تلاحظون تكون مرتبة في هذا الشكل، بعضها فوق بعض، مرتبة بعضها فوق بعض، تغطي جسم السمكة. شنو فائدتها لتحمي جسم السمكة؟ لتحمي جسم السمكة، وتكون مغطاة بمادة لزجة تسهل حركتها في الماء. إذن هذه الطبقات اللي هي القشور تحمي جسم السمكة من العوامل الخارجية. يعني هنا هذه القشور تحمي جلد السمكة من العوامل الخارجية، مثل إذا تصطدم مثلا بصخور راح تحمي جسمها، أو يعني أي عوامل خارجية في الماء راح تحميها هذه القشور. ثاني شيء، هذه القشور تكون مغطاة بمادة لزجة، شنو فائدة هذه المادة اللزجة؟ تسهل حركتها في الماء حتى تقلل احتكاك جسم السمكة بالماء أثناء السباحة. وبذلك تسهل حركتها في الماء. المادة اللزجة تسهل حركتها في الماء. إذن هنا أول شيء هي القشور. هي طبقات رقيقة صغيرة مرتبة فوق بعضها لتحمي جسم السمكة. ما فائدة هذه القشور؟ تحمي جسم السمكة. هذه القشور تكون مغطاة بمادة لزجة. شنو فائدة هذه المادة اللزجة؟ تسهل حركتها في الماء. هذه بالنسبة للقشور. زين، بعد شنو تمتلك السمكة حتى تتمكن من العيش في الماء؟ تمتلك الأسماك أزواجا من الزعانف. كذلك تمتلك زعانف توجد على جسمها في مناطق مختلفة. هذه الزعانف مثل ما تلاحظون، هذه هي زعانف السمكة، تكون في مناطق مختلفة من جسمها. كذلك هذه الزعانف، وهذه الزعانف ذيلية، وهذه الزعانف اللي موجودة على جسم السمكة. شنو فائدة هذه الزعانف؟ هذه الزعانف تساعدها على السباحة، وتحريك الماء من حولها لتندفع إلى الأمام والجانبين. هذه الزعانف اللي موجودة على جسم السمكة تساعدها على السباحة وتندفع إلى الأمام وإلى الجانبين حتى تسهل حركتها في الماء والسباحة، وتندفع إلى الأمام وإلى الجانبين. إذن هسه شنو تكيفات الأسماك؟ قلنا أول شيء القشور فائدتها تحمي السمكة وتسهل حركتها في الماء لأنها مغطاة بمادة لزجة، وثانيا تمتلك زعانف لأن الزعانف تساعدها على السباحة. ثالثا، للأسماك زوج من الخياشيم.
للأسماك زوج من الخياشيم التي تقع على جانبي الرأس. هذه هي الخياشيم التي تقع على جانبي الرأس، تمثل أعضاء التنفس عند الأسماك. يعني الأسماك منها تتنفس، تتنفس بواسطة الخياشيم. إذن الأسماك تتنفس بواسطة الخياشيم، لأن ما عندها أنفية تتنفس من عنده، لأنها في الماء تمتلك خياشيم للتنفس. ماذا تتنفس؟ تتنفس الهواء المذاب في الماء، تتنفس الهواء المذاب في الماء بواسطة الخياشيم. هذه بالنسبة للأسماك، تكيفات الأسماك. هسا نجي إلى الطيور. تعيش بعض الطيور في البيئة المائية مثل الإوز والبجع والبط. هذه الطيور تعيش في البيئة المائية. هسا احنا ذكرنا انه الأسماك تعيش في البيئة المائية، كذلك بعض أنواع الطيور تعيش في البيئة المائية. شنو تكيفات هذه الطيور حتى يمكنها من العيش في الماء؟ ما تكيفات التي تمتلكها الطيور حتى يمكنها من العيش في الماء؟ يغطي الريش أجسام الطيور. احنا نعرف انه الريش يغطي أجسامها الطيور، والريش هذه الطيور مغطى بمادة زيتية. هذه الطيور التي تعيش في الماء، الريش مغطى بمادة زيتية، يكون مغطى بمادة زيتية. شنو فائدة هذه المادة الزيتية الموجودة على ريش الطيور؟ تمنع ابتلال الريش بالماء، تمنع ابتلال الريش بالماء. يعني هذا الريش اللي تمتلكه هذه الحيوانات تكون مغطى بمادة زيتية، يعني يخليه ما يتبلل. تمنع ابتلال الريش بالماء يعني ما يتبلل، يصير هنا المادة الزيتية هي تمنع احتكاك الريش بالماء، تمنع. لأن إذا ريش هذه الطيور ابتل بالماء، راح ما تقدر يعني يعيق حركتها، ما تقدر تتحرك في الماء، لذلك مغطى بمادة زيتية حتى يمنع ابتلال الريش بالماء، وتسهل سباحة الطيور في الماء، وتسهل سباحة الطيور في الماء. إذن فائدة المادة الزيتية الموجودة المغطاة بريش هذه الطيور تمنع ابتلال الريش بالماء، تمنع ابتلال الريش بالماء، وتسهل سباحة الطيور في الماء. هذه هي تكيفات الطيور بالنسبة للريش. كذلك للطيور مناقير ومخالب مختلفة الأشكال والأحجام تساعدها على التغذي والإمساك بفرائسها. بعض الطيور يوجد بين أصابعها طبقة جلدية مرنة تساعدها على السباحة. بعد هنا شنو تمتلك هذه الطيور؟ تمتلك مخالب. هذه المخالب تختلف، تكون مختلفة الأحجام والأشكال، مثل ما تلاحظون هذه طويلة حتى يمكنها من الإمساك بالفريسة. هذه الطيور تتغذى على الأسماك الصغيرة الموجودة في الماء، فحتى تتمكن من الإمساك بهذه الأسماك الصغيرة تكون لديها هذه المناقير الطويلة التي تساعدها على الإمساك بالفريسة اللي هي الأسماك الصغيرة. بعض الطيور يوجد بين أصابعها طبقة جلدية مرنة تساعدها على السباحة، مثل ما تلاحظون هنا هذه هي الطبقة الجلدية، تكون بين الأصابع. الطبقة الجلدية تكون بين الأصابع، شنو فائدة هذه الطبقة الجلدية اللي تكون بين الأصابع؟ تساعدها على السباحة، تساعدها على السباحة في الماء. ما تكيفات نباتات البيئة المائية؟ هسه راح نجي إلى تكيفات النباتات. تكلمنا عن الحيوانات، تكلمنا عن الأسماك وعن الطيور، هسه نتكلم عن النباتات، النباتات التي تعيش في البيئة المائية. شنو تكيفات هذه النباتات؟ يعيش في البيئة المائية أنواع قليلة من النباتات. في البيئة المائية يوجد نباتات، نعم يوجد نباتات، لكن بنسبة قليلة، يعني مقارنة بالنباتات اللي موجودة على اليابسة اللي تكون أشجار كبيرة وكثيرة وشجيرات وأنواع النباتات الموجودة على اليابسة. لكن في الماء تكون قليلة، النباتات تكون قليلة. بعضها يثبت نفسه في القعر،
مثل ما تلاحظون مثل عشب البحر. هذا عشب البحر اللي موجود على في البحار والأنهار ومختلف المسطحات المائية، تكون مثبتة في القعر، في قعر البحر اللي مثل عشب البحر، وبعضها الآخر يطفو على سطح الماء. إذن البعض من النباتات يستقر في القعر، يعني يثبت نفسه في القعر، والبعض الآخر لا، يطفو في الماء، سطح الماء. هذه النباتات اللي تكون طافية على سطح الماء تكون أغلبها صغيرة الحجم، أغلب النباتات المائية صغيرة الحجم ليسهل طفوها على سطح الماء. هذه النباتات التي تطفو على سطح الماء تكون صغيرة الحجم. لماذا تكون صغيرة الحجم؟ حتى تتمكن من الحصول على أشعة الشمس لتساعدها في صنع غذائها، لأن النباتات هي التي تصنع غذائها بنفسها، فتحتاج إلى ضوء الشمس. شلون تحصل على هذه الضوء الشمس؟ تكون طافية في الماء حتى تتمكن من الحصول على أشعة الشمس، تكون طافية في الماء. شلون تطفو في الماء؟ يكون بصغر حجمها، بسبب صغر حجمها تكون طافية على سطح الماء لكي تحصل على أشعة الشمس لتساعدها في صنع غذائها. هنا عندنا هذه الطبقة الجلدية، قلنا الطبقة الجلدية اللي تكون بين أصابع الطيور تساعدها على السباحة. مراجعة الدرس، ما أهم التكيفات التي تمتلكها الكائنات الحية لتعيش في البيئة المائية؟ قلنا مثل الأسماك تمتلك قشور وزعانف وخياشيم، هذه تكيفات الأسماك. والطيور تكون مغطى بالريش ويكون مغطاة بمادة زيتية يمنع ابتلال الريش بالماء، وتمكنها من السباحة، والطبقة الجلدية الموجودة بين الأصابع تمكنها من السباحة. ما الذي يغطي جسم الأسماك وما أهميته؟ يغطي جسم الأسماك القشور، القشور يغطي جسم الأسماك. ما أهميته؟ أولا تحمي جسم السمكة، ثانيا يكون مغطاة بمادة لزجية حتى يسهل حركتها في الماء. ما نوع الغذاء الذي يحتاج إليه الطائر؟ هذا الطائر هو من الطيور الجارحة، من الطيور الجارحة، من الحيوانات آكلة اللحوم. ما تكيفات هذا الطائر حتى يتمكن من أكل اللحوم والإمساك بالفريسة؟ لديه مخالب قوية، مخالب قوية ومنقار حاد ومعقوف حتى يتمكن من الإمساك بالفريسة، ويعتبر من آكلات اللحوم. هذا الغذاء الذي يحتاج إليه هذه الطائر هو اللحوم، لحوم الأسماك ولحوم الحيوانات، لأنه من آكلات اللحوم. وانتهى درسنا لهذا اليوم، ومع السلامة.